يقول أنه اللي يحكي وش كاين في قلبه يخف همه. أحكي حكايتك الآن. مساء الخير على جميع متابعي قناة الشروق وأوفياء برنامج أحكي حكايتك، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد. هل يمكن لورقة إدارية أن توقف حياة الأشخاص؟ نعم، هذا الزمن الغريب الذي نعيش فيه تتوقف فيه حياة جزائريين كثر على بعض الوثائق الإدارية المطبوعة. في حلقة اليوم، جزائريون يريدون أن يثبتوا وطنيتهم وجزائريتهم ليس عن طريق الانتماء الروحي ولكن عن طريق الوثائق الإدارية. مشاهدينا الكرام، سوف نستمع في هذا العدد إلى حكايات غريبة مؤسفة ومحزنة في نفس الوقت، ولكنه واقع يعيشه آلاف الجزائريين مجهولي النسب. سوف نستهل هذه الحلقة مشاهدينا بالترحيب بالضيوف الذين سيرافقوننا في هذا العدد، والبداية ستكون بالجانب القانوني المهم في هذه الحلقة والممثل في شخص الأستاذ محمد صديق. مساء الخير أستاذ. نور، شكرا. لبس. على لبس، الحمد لله، شكرا على الدعوة الكريمة والطيبة لكم. إلى جانبك تجلس الأخصائية النفسانية الأستاذة رباب بن ربيع. مساء الخير رباب. مرحبا أستاذ يوسف، وأكيد كل حضور الكريم ومشاهدي قناة الشروق. الموضوع هو يمكن أن يكون يستمع إليه بعض الأشخاص ويعتبرونه أمر عادي، ولكن هو مأساة يعيشها الضيوف الذين سنرحب بهم تباعا الآن. والبداية ستكون مع السيد محمد اللي جانا من ولاية شلف بلدية تنس. بارك الله فيك. صباح محمد خويا. لاباس الله. لاباس الله، الحمد لله. الحمد لله. محمد يعطيك الصحة، كي جيت وجبت قاعد الدار معاك الله يبارك، جيت في ستة. جيت في ستة الله يبارك. إن شاء الله على كثرة العدد على كثرة الفرحة كما يقولوا. محمد، أنا قلت باللي حلقة اليوم راح تكون ماشي مخصصة لمجهولي النسب، ولكن راح يكون فيها التركيز بشكل أكبر على المشاكل الإدارية ومشاكل الأوراق اللي يعانيوا منها فئة مجهولي النسب، وأنت منهم. محمد، شحال في عمرك؟ 52 سنة. هو السؤال نوعا ما غريب اللي حنسقسيه لك، بصح كي تكون صغير وكي تقدم نفسك للناس وتقول لهم بلي أنا ما نعرفش والدية، اسكو الإحساس هو نفسه لما تكون كبير؟ حاجة عادية. حاجة عادية يا يوسف. حاجة عادية. رفدناه. لبسناه. لبستها. كي كنت صغير انت ولا مرة خممت تحوس على يماك على باباك؟ انا اليومين هذا نطلب في ربي بنلقاه. اليومين هذا. علاش؟ نطلب في ربي بنلقاه. بقى انا نطلب منهم سمح. مرقوا مسرات. سرى لي سرى. عافى الله وعما سلف. تطلب منهم سماح؟ أنا أطلب منهم سماح. علاش؟ باللي صارت غلطة. علاش أنت اللي تطلب سماح؟ المفروض أنهم هما. بارك الله فيك. خلي أنا أمني تعب، أنا أطلب منهم سماح. ماذا بيا نلقاه؟ الأولى على جا لابابراس تاع ولادي. على جا كوارة ولادي. طيب محمد، يقولوا قالوا لي يعني مجهولي النسب اللي يتزوجوا ويجيبوا دراري، اللي ما لقاوش والديهم. كانوا يقولوا لي بلي حنايا كي كنا صغار ما كانش عندنا حنان الام، حنان الاب، حنان العائله ما كانش، بصح كي تزوجنا مع ولادنا حسينا بهذاك الدفء العائلي. الحمد لله. اسكو الدفء العائلي هذاك حسيت كاين؟ كاين. انا راني كبير، يلعبوا معايا ولادي. ما انيش باباهم، اني اخوهم. راني كلش هما عينيا. هما عينيا. مارك لي فقدت الوالدين، بصح هذوك عينيا. الحمد لله. وماشي باسكو عشت انت بدون اب ما تعرفش تربي ولادك. ما هذا ماشي امر. الحمد لله. مارك اللي تربيت عند الدوله. مارك اللي تربيت عند الدوله. الحمد لله. الدوله كبرت، قرات، دارت كل حاجه. ما سمعت. قد دور تاعك. طيب، بما انه انت جيت اليوم باش تلقى الوالدين تاعك، تلقى بوكو بلوس يماك، اسكو في مره من المرات في خيالك كنت ترسم صوره تاع يماك؟ تخيلها. كيفاش تتخيلها دايره؟ تخيلها
من في صلاتي، من في سجودي. تخيلها نيوني نبكي، نبكي وحدي. أنا عندي زوج دراري هنا راهم كبار الله يبارك، قطرة يصيبوني خويا يوسف داخل الكوزينة نبكي، قال لي على راك تبكي مع علاج الوالدية. أنا حطمت أني حسب عمري باللي ودي أنا حد دراري هادو حطمت لهم مصيرهم، حطمت لهم كوارتهم. غدوة الطفل هذا يروح الجامعة، قال لي ودي وراي كوارت باباك ولا جدك ما تقابلو أنت. وش راح تجاوبوا؟ تتقاس أنت كي هما يفهموا. تعيرت يا خويا يوسف، تعيرت تعيرت. هذه الفئة هذه تعيرت تعيرت تعيرت. وليت نتعير كلمة أنت غير شرعي، باباك غير شرعي. وكيفاش كنت تواجب؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دايرها في قلبي وسكت الحمد لله. تعالى يقول لك كل ما منت هكذا كبير تعايرت تعايرت. كون عايرك؟ عايروني. عندي وليدي في عندي زوج ولادي قرا، واحد في البريمير واحد في الدوزيام، تعايروا بابا بلي يا ودي روحوا باباكم ما عندوش والديه. انا نخلص هذا المكان منين نقول ولا يعايرونا كلمه انتم اطفال غير شرعيين. معليش خليني غير شرعي، صح هذا غير شرعي، ما مربي عليك. أكيد. الحمد لله الحمد لله خويا يوسف. لو كنت تسمع فيك دركا يماك ولا باباك اه وبالك يقدر يتعرف عليك عن طريق الشبه عن طريق السمايم، واش تقول له؟ كيفاش تفهمه باللي راك بحاجه الى الوثائق تبعك؟ قول له يا بابا ما قالوا لا بالله عندك ولا يما لا بالله عندك، وانا عافى الله وعما سلف. انا مصير ولادي هما الصح، انا نحوس على ولادي ومادا بيا نشوفهم، انا مادا بيا نشوفهم، انا مادا بيا نشوفهم وعافى الله وعما سلف. فرضا انه تشوف يماك إيه؟ كنت تتلاقى مع يماك إيه؟ وشنو اول حاجه تقولها لها بعد 52 سنة؟ ما يسهل أخويا يوسف، ما يسهل ما يسهل ما يسهل. قلت لك أنا نطلع منها الصباح، هي ضحية على بالي بصح هي تقول. ضحية هي تن ضحية. إيه بصح وش الحاجات لك حاب تقولهم لها؟ أه أنا سامح لها. قلت لك العيان سامح لها نسمح لها، حوس نشوفها حوس نشوفها. كاين حاجة تعوض حنان الأم ولا الأم تبقى أم تدير واش تدير تبقى أم؟ يماك 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 ما عنديش يما بصح يهدفولي تجيني أني لابسها يماك يماك. تلاقيت مع شخص في ولاية العفرون عنده عند انت هو عندكم نفس الاسم إيه تقريبا إيه وقلت لي انه انا صوره طبق الاصل عليه نشبه له بزاف. بارك الله فيك بارك الله. وقال لك جيب لي الوثائق باش نشوف اسمك. جبت الوثائق جبت الوثائق. كيفاش سمعت به؟ كنت نخدم في مركز اعاده التربيه، احنا عندنا في المركز هذا تاع اعاده التربيه زياره ثلاثه والسبت، نحاول ثلاثه ولات بالسبت. كاينه عائلة عندها وليدها تما في هذاك المركز، يربد نفس الاسم كيما أنا. قالوا لها البيرسونا ثما يا مدام لو كنا نلقوك مع واحد الإنسان يربد نفس الاسم. قالت لهم ماذا بكم؟ المهم مرحبا وسهلا به. قالوا صح. لقوني بها كي لقوني بها قالت لي أنت فلان، قلت لها أنا فلان. خزرت فيا ودارت لي هاك وقالت لراجلها والله لا يشبه الباب، تشوف وجهي تشوف بابها. هي تسكن في مزوجة ماري وتسكن في عند فلان وبابها في عفرون.
راحت دارت لي شغل لقاء معه. رحت عنده وقلت له كيفاه كيفاه، قال لهم جيبيهم ابعتيهم لي. مديت ولادي ورحت عنده. قالت لك هي باللي بابا عنده ولد يحوس عليه؟ ما قالت ليش. ما قالت لك. رحت عندهم للدار، ديته النسابي ديتهم قاعد يكرد. رحت عندهم، مرحبا وسهلا، دخلنا للدار ابني خزرني هكا. من بعد ولا اخويا يوسف ما نكذبش عليك، هم ولادي هنا هم كبار ويحكوها لك، ولا يدخل ويخرج ما عطانيش حتى لوكازيون باه نحكي معاه. شد عليا وثائق وقال لي روح وسال، وقال لي هنايا مش غير انت واسمك، ها هي هنايا بقعه اسمها ابو ترفاس. انا جيت نستفسر من عندك، عندك كاش معلومه من عندك؟ مرته قالت له، قالت له ولا عندك، ولا عندك معلومه عليه هذا الطفل هذا سرحو اعطيلو، قول شراك باغي تقول، ولا هدر شراك حاب تقول، ما ولاش يهدر، ولا ينوض بلاصه يروح لخوتها، ينوض بلاصه يروح لخوتها، يتهرب تقول يتهرب يتهرب. جات بنته قالت له، قالت له يا بابا، قالت له هذا الانسان يشبه لك، قالت له هذا الانسان يشبه لك، اهدر هدره. هو ما حبش يهدر، ما حبش يهدر، ولا يخرج غير الزنقه برا ما يقعدش في بلاصه. فلت بارك الله فيك، تولي يتهرب، بدا غير يتهرب. قلت له تفضل. انت واش حسيت كي شفته؟ لانه انت بالك رحت فرحان، رحت باش تشوف. كاع قالوا لي شبالك. لا لا جو، واش حسيت على الانتيغيور يعني الداخل في قلبك واش حسيت؟ حسيت به. حسيت به؟ حسيت به. حسيت. حسيت بلي باباك؟ حسيت به. قلت له؟ قلت له؟ قلت له برا. في وجهه؟ ايه. واش قال لك؟ ما دول يتهرب. ما يخليش لوكازيون. ما يخليش لوكازيون. بان نهضر معاه. قال لي يا ودي اعطيني غير الوثائق. عطيت الوثائق. شحال عندها من عطيت؟ وشحال عندها من لقيته؟ شحال عندها؟ 3 سنين خويا يوسف. اليومين هذا ما جاوبنيش. واش كاين واش ما كانش؟ مرتو قالت له لا عندك معلومات عليه ولا كاش ما كان، سرح سرح. استعرف. بنتو تاني قالت له استعرف. أو يشبه لك. فرضا انه هو يسمع فيك، بالك في هذيك المره كان تحت الصدمه، نقولوا بالك بالك كان تحت الصدمه وما كانش قادر يهضر معك. إيه؟ كيفاش تفهموا بطريقتك انه يا ودي الا انت هو بابا ماني محتاج والو الا الاسم برك. يا اخوي يوسف انا ولا هو بابا، مرحبا وسهلا. اللي قلني غير في كوارتاوي الاسم بهالري قال ولادي، انا ما صار ولادي وما يصح نسمع في كلش الا ولادي ما نسمعش فيهم، نسمع في كلش الا ولادي ما نسمعش فيهم. انا امنية تاعي ما يصراش لولادي كيما صرا لي انا، تولينا نتعايروا يا ولاد الزنقه يا ابناء غير شرعيين. ولادي تعايروا في داخل مدرسه، واحد يقرا في البريمير وواحد يقرا في الدوزيام. روح يا باباك اللي ما عندوش ماليه، هذا ولات المعايره هذه ولات شغل فينا موس. معليش انا مانيش ما عنديش ماليه، بصح الحمد لله نتقف عليك، الحمد لله عندي رجاله متقفين عليك الحمد لله، ولينا نتعايروا اللي نتعايروا. ولادك واش تقول لهم؟ هم غايديني خويا يوسف، غايديني غايديني غايديني، نكوى يا نكوى كاين، نخرج من سيدي محمد واسم يمه ما كاش واسم بابا ما كاش، ورا مصيرنا حنا نكوى كاينه، وزاد في سيدي محمد لوبيتال مصطفى، ها نكوى كاينه، والاسم الام ما كاش والاسم الاب ما كاش.
اعطي برك للمشاهدين السنه اللي زدت فيها والمكان اللي زدت فيه، بس الا كاش واحد راهو شافه ولا شبهه ولا بالك لو بيرسونال. انا سموني بوترفاس محمد، زايد لو 20 سبتمبر 68 اسيدي محمد. لا دات تاريخ لو 20 سبتمبر. لو 20 سبتمبر بسيدي محمد. بسيدي محمد ان شاء الله. هذه اول مره انت في التلفزيون، بارك الله فيك ان شاء الله. بالك باسكو كاين بزاف اللي يدوزوا في التلفزيون، كاين اللي يلقى والديهم، كاين اللي يتعرفوا عليهم من سابهم. بالك الا كان هذا السيد اللي حكيت لنا عليه هو باباك، بالك كاين خاوته ولا جيرانه ولا اهله. انا ماذا بيا نلقى يما وبابا، امنيه تاعي نلقى يما وبابا، امنيه تاعي نلقى يما وبابا. بارك الكوارت ولاتي. طيب قبل ما نختموا برك الجزء تاعك، انا نحب من عندك رساله. انا علاش راني فرحان كي جيت اليوم؟ لانه هذه طريقه باش 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 ولادك يقعدوا رافعين اسمهم ورافعين راسهم في السماء. الحمد لله. ماشي باسكو باباهم ما عندوش والديه، كو باباهم نصف اب، بالعكس انت راك الله يبارك عليك. انا حبك تقول حاجه لولادك لانه راهم صغار، باش يكبروا رافعين راسهم باباهم، لانه باباهم ضحى بزاف على جالهم. واش توصي ولادك؟ ولاد الناس، ولاد اللي كيما انت يعني. يا ولادي راكو تسمعوا فيا، راكو تسمعوا فيا، على بالي بلي راكو تسمعوا فيا. راكو سمعتوا راكو عارفين بالقصه تاعي. هما عارفين بالقصه تاعي خويا يوسف. على بالي. وديتهم حتى البلاصه اللي كنت عايش فيها، حتى المراكز اللي عشت فيهم. ها هو كنت عايش. ها وين تربيت. والحمد لله. بقى ولادي ولادي. لا لا ولادك الله يبارك، انا شفتهم. نوري لك البلتة تاع انيس هذا الكبير، تبقى داهش خويا يوسف، تبغي تشوفها. اعطيها لي بيان سور. اوكي. الله. دوك نعاودوا نرجعوا لها. تفضل خويا يوسف. اوكي. الله يبارك. بوترفاس انيس. انيس. بوترفاس انيس مولود سنة 2009، المعدل الفصلي 16-61، نتائج جيدة جدا، جدا واصل العمل. بارك الله. جيدة جدا. الله يبارك، ان شاء الله ان شاء الله تفرح به ويكبر. ان شاء الله. في عزك. ان شاء الله. ان شاء الله. سيبو انا دوك نهضر مع رباب، لانه انت مقبل قلت واحد الكلمة حكيت مليح، ولكن قلت كلمة انا ما عجبتنيش. انا حاب رباب هي تفهمها لك، لانه هي عندها طريقتها الخاصة باش تفهمك. انت قلت بلي انا ولادي دمرت لهم حياتهم ولا حطمت لهم حياتهم. ربما نحب تبداي من هذه النقطه وتكملي التفسير، انه هذا الكلام غير صحيح، بالعكس هو رفع لهم راسهم. تفضلي. تفضلي نسمع نسمع. سي لانيماتور فوالا. تفضلي. اولا نوجه تحيه للاستاذ محمد واكيد للاولاد ديالو. الحكايه ديالو هي حكايه لبزاف اشخاص نفس يعيشوا نفس الحاله تاعو. احصائيا عندنا 45,000 حاله سنويا لاطفال غير شرعيين او مجهولين النسب. يعني رانا نحكيو على 90,000 عائله تواجه نفس المشكل، وهذه نسبه كبيره ودائما في تصاعد. فحنايا كي يكونوا هكذا حصص او برامج، ما نعتبروش انه هذا شخص واحد او 10 او لا، الحاله راهي كبيره كبيره ومخبيه. ولحقنا الحمد لله الى انه الاعلام تاعنا رجع يبين هذه الامور للمشاهدين. صح. فالاستاذ محمد انا حابه نشكره على ثقته بنفسه، تقبله لذاته، لانه باش يلحق لهذا السن الله يبارك وعنده واحد التقبل انه الوالده تاعو تخلت عليه والوالد تاعو تخلى عليه، وفي نفس الوقت راح وكون عائله وجاب اطفال ما شاء الله عليهم، فدار واحد التعويض ايجابي. كاين بزاف حالات يفكروا في الانتحار، ممكن يفكر انه يلغي حياته، يفكر في المخدرات، علاش انا؟ فدائما احنا نقولوا كل انسان عنده الخيار، اما انه يروح الى طريق الايجابي ويصنع من نفسه حاجه جديده، او يروح الى طريق سلبي ويقتل نفسه ويدمر حياته كامل. فهذه اللي حبيت نقولها، لكن انني نشوف انه نفسيته راهي بزاف هايله، وفي نفس الوقت راه عنده تناقض انه يقول اني دمرت ولادي. بالعكس، انت ما دمرتش ولادك، انت خليت ولادك يفتخروا بك، عندهم كما قلنا معدلات ما شاء الله، عندهم الوالده تاعهم، الوالد تاعهم قايم بهم، ما كذبتش عليهم، عطيتهم الحقيقه، قال انا ها فين تربيت، راهم يفتخروا بك، ما خبيتش عليهم. كاين اولياء يخبي على وليده، قال انا ماليا ماتوا منا، حتى وليده يصطدم بالواقع في سن المراهقه. احنا شايفين هذه الحالات. صحيح، هذه الحالات راهم كاينين. ومن
بعد ممكن جدا يهرب من البيت او يدير كاش حاجه. انت بالعكس لازم تكون فخور بنفسك، فخور بواش مديت لاولادك، واكيد ولادك راهم فخورين بك. فما تعاودش تقول انك دمرت لهم حياتهم. هذا مشكل قانوني اداري بحت، يعني اداريا، وكان غدا يعطيوهم الاسماء تاعهم حياتك راهي رائعه كي انت كي ولادك. الله سبحانه وتعالى نهار تقابلوا انت ويقابلوه ولادك ما راحش تقابلوه بالوثائق، صح ولا لا؟ تقابلوه بالاعمال ديالك، بالعمل وخدمت. صحيح، الولد ديالك ينجح في هذه الحياه ماشي بالوثائق ديالو، بالمعدل ديالو، بالدراسه ديالو، بالمشاريع اللي راح يفتحها، صح ولا لا؟ فاحنا المشكل اللي عندنا دائما خويا يوسف انه مش فقط هذه الحالات، ايضا حالات ممكن التوحد، حالات صعوبه التعلم. احنا كاخصائيين نفسانيين نقوموا بالحاله، لكن اداريا دائما كاين تعارض. يعني احنا ناديو مثلا المتوحدين ندمجوهم، في الاخر نلقاو انه اداريا ما نقدروش. هذه الحالات مثلا هاني معاه، قال ما تنتحرش وكن بيا وهادي ودير عائله، في الاخر اداريا ما عندوش اسم. فاحنا دائما يكون عندنا احنا كنفسانيين عائق والشخص نفسه عائق. فانا يعني نوجه نداء كما انتم توجهوا من خلال الحصه انه يشوفوا في هذه القضايا بعين الاعتبار، لانه هو ما عنده حتى خطا في حياته، ما دار حتى خطا، وراه كيفاش نقولوا يتحمل خطا انسان اخر، وولاده يتحملوا نفس الخطا، وولاد ولادهم يتحملوا نفس الخطا، فهنا فرع المشكل. فان شاء الله كان عفوا استاذه كان اعتقاد انه يقول لك يلقبون شعبويا بولاد الدولة على أساس أن الدولة تعطي لهم اسم. صحيح تعطي لهم اسم، صح. إداريا كاين بزاف ثغرات في الإدارات الجزائرية وين يسحق اسم الجد وجد الجد وجد الجد وجد الجد، وهي رايحة يعني وسيد ما عنده لا ناقة ولا جمال في كل هذه الأشياء اللي راهي صاير. الحلول الترقيعية اللي نوجدوها دائما مثلا هما جا واحد الوقت كانوا يسمون باللقطاء سمحوا لي أو غير شرعيين، قال لك لا لا نبدلوا الاسم ونرجعوهم مجهولو النسب. فهما دائما بريستيج يديروا لهم أشياء جميلة. المعاقين مثلا ما نقولوش معاقين، نقولوا ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، لكن هو ما يحتاج أنك تغير له الاسم، يحتاج أنك تغير الإدارة كيفاش تتعامل معه. هذه ستون بلاك، لأنه أصحاب ذوي الهمم، أصحاب الإعاقات الجسدية ولا الذهنية يبدلوا لهم كل مرة اسم، قلتي ولكن لابخيم تقعد هي هي، يعني 300 ألف 400 ألف ما يجيش مي باسليكس. أنا كي تغير لي الاسم ما راح يتغير والو، معنوياتي ما راحش تطلع كي تغير لي الاسم. طيب سأنتقل من إجابتك إلى الأستاذ محمد المحامي محمد إلى نقطة أساسية تحدث عنها محمد وحكى عليها بألم كبير. وإحنا عيينا نهضروا في الحصص، يعني أنا وزملائي، والإعلام دائما يحكي على التنمر اللي يواجهه لي النسب والمعايرات والسبان من عند الكبار ومن عند الصغار. سي أونكوغ بيغ، الأطفال الصغار كيقولوا كلام كيعايروا يقولوا كلام، الأطفال يديروا جرائم لغوية وبدون ما تكون كاينة رقابة أهلية ولا أبوية تعلمهم كيفاش يتكلموا. هل يمكن اعتبار الإساءة إلى مجهولي النسب لغويا ولا بالكلام ولا المعايرة بالنسب، هل تدخل ضمن خانة القذف والشتم اللي يعاقب عليها القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي يوسف كما نقولوا احنا السيد راه كما نقولوا بين الفنجان والسندان، بين البيروقراطية الإدارية وبين يعني النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي كما قلت، يعني وين يروح راح يلقى مشكل. الشعب ما يتقبله والاداره ما تتقبله، وهذا هو المشكل اللي خلاه يعني قال لك انا المتهم على ولادي، راني ضيعت ولادي. هو بالعكس يوسف خويا. بالنسبه انه المشرع الجزائري عالج الامر هذايا، وانه يتقدم بشكوى رسميه لدى وكيل الجمهوريه محل اختصاص اللي قام به، لانه احنا كشعب جزائري ما نتقبلوش دائما ننظر خويا يوسف نظره سلبيه للجانب كما قالت الأستاذة لقطة أو ما زالها تسريب في المجتمع كان أو ما يكون. وبالنسبة عندنا الجانب القانوني هو كان تصرح به قال باللي عرفت بابا، حتى أنت يوسف تقدمت لي قلت له شعور أنه حسيت به، لأنه الإبن يحس بالبابات، أنه مدام شاف الصفات يعني اللي فيه في الأب بتاعه يقدر أنه يتقدم يقدر أنه يتقدم بدعوة قضائية لمحل اختصاص، يعني المحكمة الاختصاص تاع الاقليم تاع الاب تاعه الاقليميه يقوم بدعوى قضائيه العارضه افتتاحيه او الاخر يطلب لها ديان.
هذا هو عنده الحلية يعني لاديه يبقى هذا اعتقاد هذيك ما يقولوا اوبسيون يقدر يرجع الدعوة قضائيه بسيطه فقط قسم أيوة. شؤون الاسره محل اختصاص يقوم بدعوة قضائيه راح يفصل الفيصل لانه راح تكون الفيصل إلا ما كانش عندك شكرا استاذ محمد إلا ما كانش عندك اجابه نهائيه من هذا السيد اللي راك شك بلي باباك هل تفكر انه ترفع عليه دعوه قضائيه باش يدير تحليل لديان انا بدي بي ندير مع لديان لديان انا لديان ماذا بي وان شاء الله ديروه بالتراضي ما ديروهش بال لا ندير بالتراضي 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 طيب طيب الحمد لله لا لا خاطك العنف لا باين قال لك سيماهم في وجوههم باين الله يبارك عليك محمد ان شاء الله ان شاء الله هذه الحصه تربح عليها وبلك هو كيشوفك تهضر بهالطريقه ان شاء الله مشاهدينا الكرام سوف ننتقل الى ثاني حكايه لسهرة اليوم ودائما في نفس موضوع مشكل الوثائق الاداريه التي تحول حياه اشخاص عاديين الى جحيم لا يطاق فعلا لا يطاق. تحضر معنا في الاستوديو لاول مره جزائريه اكيد ابارونتيغ كما يقولوا ولكن عندك قصه غريبه يعني غريبه ومعقده وجميله في نفس الوقت لاننا نقدر نقول ربحنا جزائريه قلبا وقالبا طيب انت اسمك ديان حبيت نبدا قبل نشكر بزاف قناه الشروق اللي قبلت باش نكون معايا في هذا البلاتو مارغري انا شغل ضد كامل مواقع التواصل الاجتماعي ما نحبش نضرب في اسم بان بصح الظروف هي اللي حتمتني باش نكون اليوم معاكم في البلاتو وان شاء الله انتم تكونوا سبه ليا ولحياتي المستقبليه ان شاء الله. انت اسمك ديان انت ولدتي في فرنسا من ام اجنبيه السلطات في فرنسا أخذتك من والدتك ووضعتك في مركز للأيتام فيما يسمى بالأسيستانس سوسيال وبعد ذلك والدتك الأجنبية تعرفت على جزائري من الجزائر تزوجت به وهو من أخرجك من دار الأيتام وأدخلك إلى الإسلام الحمد لله. هو كان سبالية بالك كي كون عشت لهيكا وتربيت لهيكا وزدت لهيكا يعني زدت كون تربيت لهيكا وعشت لهيكا بالك مانيش مسلمة بالك مانيش الحمد لله متحجبة بالك مانيش نصوم مانيش نصلي مثل والدتك يعني هو اللي كان سبالية باش دخلني. طيب احكي للمشاهدين كيفاش تلاقى الجزائري هذا اللي خرجك من دار الأيتام وتزوج مع يمك. هو دابون حتى تزوج مع ماما ومن بعد قالت له بلي عندي بنتي قالها بلي ما نخلوهاش قالت له بلي دتها الدوله قالها ما نخلوهاش قالها مادام قبلتك نقبلك بنتك. المهم تزوجت به من بعد ماما دخلت لنا قبلت باش تدخل مع بسكو بابا كان يدخل للجزائر دخلت معاه نورمال. انا كي كنت ندخل الجزائر انا ما كانوش عندي لي بابي كنت ندخل ماما هي اللي كانت تسيني عليا هي اللي تسيني في الباسبور تاعها. في اي سنه كي دخلت ماما الجزائر في 2004 2004 وجدت به 2004 دخلت. طيب وفي هذيك الفترة يماك دخلت للإسلام؟ نعم دخلت للإسلام بعد ما تفهموا وبعد ما دخلها بعد ما شافت الحكاية وكاع باش دخلها للإسلام. واسمها هي؟ ناتالي ليكود مارتين. بديت نجري على لي بابي تاعي باش نوضح حاجة ماما وبابا تلقوا في 2009 ماما راحت 2013 راحت وخلاتنا أنا وخاوتي عندي خاوتي من ماما وبابا هذا اللي مربيني كنقول لك بابا معناته هذا باسكو انا بابا الاخر ما نعرف انت والدك البيولوجي الاول اللي تعرفت عليه ماك ما تعرفيهش ولكن الجزائري اللي احنا نقولوا عليه جزائري باش المشاهدين يقدروا يفصلوا بيناتهم. لما كانت والدتك ناتالي عايشه هنا في الجزائر مع الجزائري وجابت اخوه يعني عندك انت اخوه كيفاش كنتوا عايشين في الدار كيفاش كانت الاجواء؟ الحمد لله كيما كامل الناس. وهي تحجبت و ايه تحجبت وكلش هي كانت تحجبه ماما انا تحجبت الصغيره في الخيمار انا واختي صغيره عليا بعامين. وعلاش طلقوا؟ علاش طلقوا؟ سبب خاص بيناتهم ما تفهموش طلقوا كل واحد راح في حاله ماما راحت وخلت بعد ما طلقوا ماما كانت مازالها هنا ومن بعد في 2013 راحت وخلتنا ما حوست علينا بدلتنا من وراها تاع التليفون والو وانا الكبيره تاع الدار انا شغل مسؤوله على خوتك. اي نعم ومع جدتي هي اللي ربتنا.
طيب ديان، بعد ما راحت يمك لفرنسا وخلتكم يعني ما بان عليها حتى خبر ولو؟ ما بان عليها حتى خبر. وانت كيفاش عشتي لا سيباراسيون بينك وبين يمك؟ جيمانجينكو ماشي سهله. بيان سور حاجه ماشي سهله، بصح كيكونوا كيفاش نقول، ما كانش اللي خير والديه بيديه، مادام الوالدين هما اللي خيروا باش تكون انت هكذا، انت ما راحش تلقى حل، مش انت اللي راح تلقى حل لروحك، حاجه بيد ربي سبحانه. طيب الى غايه امتحان شهاده البكالوريا، انت تما اللي بدات وضعيتك تتازم وتتعقد، وضعيتك الاداريا يعني دائما بسبب الاوراق. كنت مازلني مينار، كنت مازلني مينار دوزيام اني في الليسي. المهم المستشاره تاع التوجيه نحييها ونشكرها بزاف، اللي عاونتني بزاف في حياتي، هي اللي قالت لي تبداي تجي على البابي تاعك على الجال، باسكو الباك ماشي كيما البيان، ماشي كيما السيزيام، لازم تبداي تجي على البابي تاعك، باسكو الباك يحتاجوا لا بيز دونتيتي، يحتاجوا مهم بطاقه هويه. وانا وقتها ما كان عندي والو، ديجا كان في عمري 18 وما كان عندي والو ابار باسبور فرونسي منتهي الصلاحيه. ماما خلاته لي قبل ما تروح، هذيك الحاجه الوحيده اللي دارتها لي برك، وشهاده ميلاد تاعي بيان سور تاعها. هنا بدينا الاجراءات تاعنا انا وبابا، هذا اللي مربيني، بدينا نجرو، رحنا على جل باش نعاود الباسبور تاعي. انا كنت وقتها بالنسبه لفرنسا كنت مازلني مينور 18 حتى 19 مش المهم، استغفر الله. معليش بالعقل برك، انت قلتي لي انه كان عندك جوست الباسبور الفرنسي اللي دارته لك يماك لما دخلتي الجزائر، كانوا الناس يعرفوا باللي يعرفوك باللي اسمك غير جزائري، اسمك يعني اجنبي، وكانوا الناس يعرفوا القصه هذه؟ ماشي كامل الناس، باسكو على اول حاجه حنايا دارنا وين بابا مربي، حنا ما نخرجوش بزاف لديك الدرجه، فهمتني، عند العائلات. في القرايه صاحبتي اللي يعرفوني بيان سور، ما يعرفوش حكايتي، على بالهم اسمي وين زايده، بصح ما يعرفوش حكايتي بالتفاصيل. طيب لحقنا الى امتحان شهاده البكالوريا. حقيتي وثائق اداريه وانت ما كان عندك والو ابار الباسبور الفرنسي، ومن بعد؟ المهم ابار الباسبور الفرنسي رحنا للكونسولا، الكونسولا دو فرانس جاي في الجزائر باش نعاود الباسبور تاعي، المهم تكون عندي بطاقه هويه. ما قبلوليش على باسكو قالوا لي انت كيفاش حياتك كامل عشتي هنا وتربيتي هنا وحبيتي شغل نعاود لك باسبور هكذاك، لازم تجيبي لنا بطاقه تثبت باللي راكي راعيه اجنبيه مقيمه بالجزائر اللي هو لو تيتو دو سيجو، ولا تجيب لنا الجنسيه، باسكو هذه عاده ما كنتش عارفه باللي عندي اصول جزائريه، هذه كنت دايره في بالي باللي شغل راني فرنسيه 100%. قالوا لي مادام عشتي هنا نمو يعطوك الجنسيه، على الاقل جيب لنا لو تيتو دو سيجور، ما تجيبناش الجنسيه، ما تجيبناش لابيز دونتيتي، جيب لنا لو تيتو دو سيجور. كي رحنا لابوليس، مهم رحنا بزاف، رحنا كامل مراكز الشرطه، الشرطه رحنا كامل، مكتب مكاتب الاجانب ما قبلوا يديروا لنا والو. الى غايه هذه النقطه انت كنت تعتقدي انه انت اجنبيه 100%؟ بالدارف هنا راني نحكي لكم على اساس اجنبيه 100%. من ام فرنسيه واب فرنسي كذلك. ومن بعد كي بدينا نجرو انا وبابا، قالوا لي باللي شهاده ميلاد تاع بابا تخرج الاسم تاعك، رحنا وزاره الخارجيه، شهاده ميلاد تاع بابا انا ابي البيولوجي تخرج باللي اللقب تاعو شغل يشبه اللقب تاع عربي، مارغري هي تخرج ام فرونسي. من بعد قالوا لي واحد عاوني فماك، عاون انا وبابا، حوس على الاصول تاعي، حوس هكا ما باليش كيفاه، لقى باللي عنده اصول جزائريه، سبحان الله، لقى باللي عنده اصول جزائريه، مي هو بصح ما عندوش كامل علاقه بالجزائر، انا عندي اصول جزائريه من ناحيه الجد وطلع. ومن بعد قال خرج لي شهاده ميلاد تاع جدي، ومن بعد قالنا لازم تبداو تجيو على هذه وروحي حوسي على الاصول تاعك. لقيناها باللي من ولايه خنشله. عرفت باللي انا عندي اصول من ولايه خنشله. انت قلتي لي واحد المره، قلتي لي انه العلاقه اللي كانت بينك وبين هذا باباك الولي امرك يعني اللي جابك من فرنسا الى الجزائر واللي هو ماشي باباك البيولوجي، كانت بيناتكم علاقه قويه جدا، يعني انت كنتي بنته وهو كان معتبرك بنت من صلبه، يعني كان مازالها علاقه بيا؟ ياسر مازالها بيا. ونهار رحتوا عند وكيل الجمهوريه باش هو راح معك مرافق، وكيل الجمهوريه واش صرا في هذاك النهار؟ واش صرا؟ شاف الدوسي هكا في فريم، بعد قال لهم دير جلسه، حشيه درنا جلسه هكا، كي حكينا لهم هكا حكايتي وقلت لهم بلي دخلت مع ماما هي اللي كانت سينيا لي انا شغل ما عندي حتى ذنب وما عندي والو، حكينا لهم كامل الحكايه، داروا لنا حكموا عليا بحكم الاقامه الغير شرعيه بالجزائر وغرامه ماليه موقوفه النهب. سبحان الله، جاي ساعه ودرت ساعه.
يعني انت رحتي تسوي وضعيتك الاداريه لقيتي بلي وانا ما عندي حتى ذنب، ماشي انا اللي دخلت وحدي ولا حبيت ندخل بطريقه غير شرعيه، بطريقه غير شرعيه كما هما يقولوا لها. انا شغل كنت صغيره ما عندي حتى ذنب، ماما هي اللي كانت تدخلك، كنت تدخلي مع معي معك. طيب رحتي باش تثبتي اوراقك الاداريه باش تحصلي على الجنسيه ولا على حاجه تخليك تقدري تغنصي حياتك، لقيتي نفسك اجنبيه مقيمه حراقه في بلادك. والله عشان حراقه في بلادك. انت باباك ولي امرك يعني هذا الجزائري لانه هو كان حاب يعاونك اتوبخي باش تسوي وضعيتك وهو ما كانش قادر عليها، دونك قدر بطريقه انه يلقى والدك البيولوجي الاصلي عن طريق الفيسبوك. يحوس بابا على الاسم قبل باسكو هما الاجانب النورمال اللي يكتبوا الفيسبوك تاعهم بالاسم واللقب، ما لقاش ماشي كاتب اسمه. ومن بعد صدفه دخل في لي فوتو يشوف لي فوتو، بالك يلقى واحد يشبه لي، بالك واحد مني من العائله تاعي يشبه لي. دخل كي لحق لي هو شاف لا فوتو تاعو، دار لا فوتو تاعو كي كان جان، سبحان الله فوتو كوبي. شكون صادنا التصويره مع باباك البيولوجي؟ هذه التصويره بعد ما بعثها لي بابا. ايه معليش دوك نشوفوها شويه، مي كملي لنا كيف لقيتي باباك. قلت لك انا نشبه البابا فوتو كوبي. ومن بعد بعث له قال لي هذا هو بابا، قلت له ما تحلفش، قال لي نحلف لك في المصحف لا هذا هو بابا، قال لي سبحان الله تشبهي له فوتوكوبي. ومن بعد شفنا هكا، ومن بعد هضرنا معاه هو ما جاوبوش، عطاني بابا اللي خلى لي الامر ليا انا. بعثت البابا هذا، مازال مانيش متاكده باللي بابا 100% سخير الله. ومن بعد بعثت له ليه، كي بعثت له ليه قلت له انا بنتك من اسمني هكذا، اسكو تعرف الطفله هذه اسمها هكا؟ قال لي وينتي يا بنتي؟ قلت له كيفاش انا بنت؟ قلت له وريلي الدليل، من امنش وريلي الدليل، ابعث لي حاجه. بعث لي لا فوتو تاعي انا وياه، هي الوحيده اللي عنده كي كنت صغيره، وبعث لي لاك دي ليسونس تاعي قديمه ملي زدت اصلا تلمو قديمه حتى صفارت. مازال مخبيهم هو؟ اه مازال مخبيهم، مازال مخبيهم. اي شلون خلعت كي شتهم صدفه هكا لا فوتو عطيتهالكم. يعني مش دوك الناس المشاهدين يشوفوها او مام طون. كان كاين احساس بينك وبين باباك البيولوجي؟ ولا انت كنتي تحبي غير الجزائري؟ لا ما يلحقش الجزائري، نحب بزاف الجزائري ما يديروش بلاصتو، باسكو على في الاول قلت بالك مازال ما نعرفش هذا الشخص، ما نقدرش نحكم عليه من نهار الاول ونقول باللي نحبه بزاف ولا ما نحبوش بزاف. مي بعد ما كانت العلاقه بيني وبينه كاع شغل ما عندوش علاقه تاع بين ابي يحب بنته ولا يحوس عليها ولا يحوس يشوفها ولا شغل شخص هكا وخلاص، تعرفوا هكا وصاي. هو يتعامل معك هكا وخلاص ولا انت؟ ديجا انا كي نبعث له اصلا ما يجاوبنيش، مي كي نهضر معاه قليل باه يجاوبني. مي ذاك ما يشوفش لي ميساج، مي ذاك يشوفني يخليني، مي ذاك يهضر معايا كيتفح له شغل. كي تلاقيتي به ما قدر يعاونك في حتى حاجه يعني؟ رفض نهائيا انه يسوي اوراقه باش انت اوراقك تتسوى، وبقيتي تدوري في الدوامه هذه تاع الاوراق اللي ما تسواتش. طيب ديان، مازال كي لدوك تحسي انك جزائريه وتحبي الجزائر يعني؟ نحب بزاف الجزائر والعائله اللي رباتني فيها، ما نقدرش ننساها، ما نقدرش نروح ونخليهم. انا ما على باليش كيف، عندي احساس بلي هذه هي بلادي، نحسها بلي هذه هي بلادي باسكو بلاد تربيت فيها كبرت فيها. اصلا الانسان مكون من ثلاث حفايس، الاسم والعنوان والبلد. انا كيقولوا لي اسمك عنوانك وبلدك هي الجزائر، شغل تربيت فيها. سبحان الله راني بنتكم، بنت بلادكم، ولادي بالك غدا ان شاء الله هما ولادكم، بالك ندي وليد بلادكم، رباني وليد بلادكم، عائله كامل من بلادكم. شغل عاونوني، حسوا بيا شويه باسكو تعبت صح فغيمون في حياتي، تعبت بزاف، انا تعبت، بابا تعب، كامل العائله اللي مربيتني كامل تعبت. تحسهم شغل كي تروح هكا باش تلقى حل لحياتك، تحسهم شغل يلعبوا بك كيما الكره، هذا يشدك يلعب بك لعبك ويتيري الاخر. واحد مو فاهم، واحد ما يقدر يقول لك بلي انا راجل وانا مسؤول ونقدر نعاونك، نقدر نتخذ الاجراء تاوعك، نصيب لك حل. ما كاش، كل واحد يتهرب. الوغ انا ما عندي حتى ذنب، انا دخلت صغيره مع ماما، انا ما عندي حتى ذنب. شو ماشي انا اللي يقولوا لي انت اللي ما باش يلوموني. وانت كاين امكانيه ان تروحي لفرنسا، بصح انت ما كنتش حابه تروحي للجزائر. ما عنديش وين نروح ومانيش حابه نروح، باسكو ماما اصلا ما على باليش وين راهي. وبابا راه بعيد، صح اني حابه نروح نشوفهم، بالك انا نكون سبه ليها، بالك معليش نعاود دخل الاسلام، بالك بابا، بصح ما نقدرش نخرج هكذاك، مازال ما عندي حتى وثيقه، ما عندي حتى حاجه، ما نقدرش نخرج. طيب ديان، انت 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 طلبتي انه ما نبينوش وجهك باش، لانه المشاهدين ربما يتساءلوا يقولوا علاش ما راهيش تبان، ولكن انت اللي ما حبيتيش وجهك
يبان لأسباب خاصة احنا نحترموها، لأنه الناس اللي يجوا معنا عندهم الخيار إما يبانوا بوجه مكشوف ولا ما يبانوش بوجه مكشوف. هذه المرة كي حكيتي قصتك على أمل أنه في وزارة الخارجية، لأنه في وزارة الخارجية لازم يسوي لك وضعيتك. وزارة الخارجية لازم يسوي لي الوضعية؟ ماشي وزارة الخارجية، وزارة الخارجية عاونوني باش نقدر نخرج الاسم تاع بابا. هذا ما كان بصح ما قبلوا يسجلوا لي لا بابا لا جدي كي نروح نسجلوا لا بابا ما قبلوا يديروا لي والو. شنو هي الجهة اللي أنا بعت هذه اللي زدت درتها اخر حاجه بعثت رحت العداله، وصلت حتى العداله، العداله بعثت لهم رساله تجاري عندي الى السيد معالي وزير العدل حافظ الاختام، بعثت له فيها كامل حكايتي كامل قصتي على الجنسيه الجزائريه. ومن بعد اعطاو امر للمحكمه وين انا ماشي بعيده عليه في الدائره اللي نسكن فيها. المحكمه عاودت فاني شدتني باسكو البروكيرور جديد شدتني وشدت حكايتي كامل. من بعد قالوا لي نديروا لك رفع دعوه قضائيه لاكتساب الجنسيه، ما داروا لي والو. حبوا يعاونوني صح، حبوا يعاونوني بصح ما قدروا يديروا لي والو. صح البلوكاج وراه فاش بلوكاج في اي سيرفيس؟ نعم وشنو هو السيرفيس اللي يسوي لك اوراقك الاداريه؟ العداله؟ ما انا دوكا مازال ما رانيش فاهمه، كي نروح العداله يقولوا لي المحكمه، كي نروح المحكمه يقولوا لي العداله، كي نروح وزاره الخارجيه يقولوا لي مكتب الاجانب، كي نروح مكتب الاجانب يعاودوا يبعثوا لوزاره الخارجيه. هكا شغل قلت لك دوامه. اي تحس روحك الدور شغل في معادله مستحيله الحل، ما عندهاش حل، راك الدور هكا وصاي. حتى العام اللي فات كنت نراطي بزاف لي كوغ على الجن نروح وين يبحثوني ما كاش. ان شاء الله ديان، ان شاء الله بعد الحلقه يكون كاين جديد في قضيتك. على كل هو ان شاء الله المحامي راهو معنا ورب ابراهيم معنا، دوك ندوز الحاله اللي قدامك وبعد نعلقوا عليكم دفعه واحده. انت قلتي كلام، قلتي نقطه مهمه، قلتي بلي انا نتوجه بشكر كبير الى الجزائري اللي رباني اللي جابني من فرنسا الى الجزائر واللي كبرني الى غايه اليوم. انت كانت عندك هذه الفرصه وهذا، وعلاش انا عندي احترام كبير لباباك ولي امرك، لانه الابوه عمرها ما كانت بيولوجيه. الابوه مرات في التربيه، في الاخلاق، في الرعايه، في الحب، في الحنان. الابوه عمرها ما كانت بيولوجيه فقط، فيما اباء ولدوا اطفال ونساوهم، وياما اباء ما ولدوش اطفال ولكن داروهم قرة عين. هذه النعمه اللي كنت عايشه فيها حرمت منها ياسمين التي تجلس امامك. مساء الخير ياسمين. مساء النور. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. عييتي شويه؟ شويه شويه، معليش ان شاء الله ما يكونش العيا هكذاك برك. الله. ياسمين راح نبدا قصتك للمشاهدين من اللي كان في عمرك 10 سنوات. انت كذلك عايروك باصلك، والتم اللي اكتشفتي انه باباك ماشي متوفي كما قالت لك يماك، انه باباك موجود ولكن غير معترف بك. راكي شافيه هذيك اللحظه؟ جامي تتنسى. هذو وحده انا كنت صغيره ضربتها 10 سنين، وهذو جاو ضيف بجيراننا، ماشي مهم جيراننا ضيف، كادنا نلعبوا اي ولاد صغار 10 سنين واش حيجيك منهم؟ كادنا نلعبوا تهاوشنا، كي تهاوشنا قالوا لي بويك راح وخليك، كشغل هما سمعوا هضره من الكبار ماشي من الصغار، صغار بس ما يعرفوش. كشغل قالوا لي بويك وراه، بويك كشغل طيشك وراح وخليك. وما كانوا اكثر مني شويه في العمر، انا كنت صغيره. انا ذيك الضربه تهاوشت معاه مضاربنا هكذا. بس كنت دخلت لما قلت لها هامش قالوا لي هامش قالوا لي، قلت لي دنقت فيا. ومن بعد قالت لي هي صح بيك ماشي ميت، قالت لي انا عندي خوتي كبار عليا هما اللي باباه ميت. طبعا شغل تربيت على ذاك الاساس، كيما باباه ميت تمام انا بابا ميت. ثم اللي فهمت باللي ما عنديش بابا، ما شغل هذاك النهار وليت نكره ما وليت نكرها ما تصورش حال. بس ضرقت عليا هذاك يوم فقت عليه كانوا الناس برا يدنقوا ليا بنظره ماشي مليحه، زعما شغل البنت حرام ومنه. توجعك انت هذه الكلمه؟ اه توجعك بزاف، بس قالوها لي حتى اللي قرب ليا بزاف على هكذا صبات تفهم الله يقولوا لك زعما كي بنت حرام، يعني زعما واش يجي منك. مانيش عارف الا تسمحي لي نقول للناس انه وللراي العام، لانه قضيتك حلها الوحيد انها تصبح كذلك قضيه راي عام، انه انت
باباك ويماك يخدموا في جامعة فرحات عباس في الصيف. هي. الأم عاملة نظافة والأب كان أجون سيكوريتي وكان متزوج وكان أكبر كان أصغر من يماك بعشر سنوات، وعدها بالزواج وبعدها هرب اختفى. هكذا هذه هي القصة. أنا فهم هكذا القصة بس كان أنا فهمتك شغل اللي سمعتها من عند طما هذه الحكاية، هو ما سمعتش منه كيفاه تما هذا وش كان. طيب كيفاش حتى عرفتي باباك وين يسكن؟ لأنه أنت رحتي له حتى للدار. درنا محامي وكامل وما يعني اللي شافنا وين يسكن ورحت لداره. بصح شغل هو أصلا ما خرجش ليا، خرجت ليا مرته وزوج ولادي. دقيقة ياسمين، كي كنتي رايحة في الطريق أكيد قريب لهذيك البلاصة، فاش كنتي تخمي؟ كنت خمم تلاقى في بس كذاك الليلة كامل ما نرقد شان زعما كنا نتحاكم الطريق وفرحة في قلبي. تخيل حاجة باباك جامي شفته في حياتك وهذاك النهار عود واحد تشوفه. هذيك الليلة بيتها فرحانة ما نصورش حد تقول واش نيصرا. نستنى غير وقت نتلاقى به وقت نشوفه ومن بعد سكي لحقت عنده. كيفاش كنت تتخيلي؟ كنت تتخيلي شكله؟ وحدة كانت تخدم مع ما شغل تسكن تما وين نسكن أنا، كان ديما كتشوفني تقول لي سبحان الله تشبه لباباك. ديما تقولها لي تما كنت نقدا نيماجيني فيه كيفاه داير. بصح كي رحت لدارو وما حبش يستقبلني خرجت لي مرته وزوج ولادو طفله وطفل. خاوتك يعني؟ ايه تما خاوتي. علاش قلتيها بالعقل؟ خاوتك تما ما كانش هما ما على بالهمش بلي انا اختهم. ما قلتي لهمش؟ كشغل ما حبيتش نفهم بزاف. قلت لها خرجت ليا مرتو، مرتو ما تفهمش عربيه قبايليه هي، ما فهمتنيش بنت صغيره ضربتها كان في عمرها 8 سنين والطفل كان واقيل قدي والله في 2015 هذه. كي خرجت ليا مرتو ما فهمتنيش عربيه، عيطت لبنتها صغيره قالت لها روحي هضري معاها شوفيها واش تحوس. كي هضرت معايا قالت لي واش تحوسي، قلت لها عيطي لبويك. قلت لها بويك قالت لي هي، قلت لها عيطي له مالا. راحت ولات قالت لي ماهوش هنا. بين قوسين هيه هي اجمل كلمه في اللهجه الصيفيه. هيه كملي هيه. قالت لي هو ماهوش هنا، راحت ولات قالت لي ماهوش هنا. انا من بعد سكر روحت ما من هذيك خلاص، من هذيك ما زدت تحوستي عليه ما زدت. كان في الدار هو؟ ما نكذبش عليك، لا كان في الدار ولا ما كانش. بالك ما عرفش بلي جيتي تحوسي عليه. لا لا. حاليا علاقتك مع يماك كيفاش؟ انت قلتي لي لما عرفتي الحقيقه كرهتيها، مازال كتكرهيها؟ بالعكس دوكا ما كنتش كنت نكره هذيك حتى ما كنت صغيره، كتعرف فتره المراهقه والصغر ومنا. دوكا صح هي دنيتي في الدنيا كامل، كون كش ما ترى لها حاجة والله ما كبيرة دوك عمرها 64 سنة 65 سنة. واش تقولي لها من المنبر هذا؟ نقولها نحبك بزاف. اسمحي لي لكاش نهار زعفتك مني. وما نقدرش نتخيل حياتي بلا بيه. بصح على بالي بلي دارت غلطة وكامل، بصح سامحت لها في الدنيا وفي الآخرة وهي كلش في دنيتي. صح ما نتخيلش حياتي بلا بيها. ولكن الحمد لله الأعمار بيد ربي ماشي بيد الناس. أنت مادام زدتي يعني رغم كلش مادام زدتي وكي عايشة وكبرتي فأكيد ربي راهو كاتب لك أشياء شابة راح تعيشيها يعني. والإنسان على مدار حياته يعيش اوقات صعبه، مرات كيكون صغير ومن بعد يكبر يتهنى، ولا مرات العكس يكون صغير مهني يكبر يجيه الميزيريه. ان شاء الله برك تتهناي ان شاء الله تفرحي و الله. يعني اذا فهمت من خلاصه قصتك انه انت امام حاله رفض باباك، هو راهو رافض يجي يسوي لك وضعيتك اوراقك الاداريه ماهوش حاب. يحكموا عليه بالغياب ديما، هو شغل ما يجيش من بال المحكمه ما يجيش مره خلاص ما شفتيش كاع شكله. ايه والو. طيب لو كنت توجهي له برساله بكلمه بالك تغيري له رايه
ولا تقنعيه انه انت ما كيش تحوسي فورسيمون على جال ولو انه حقك الميراث وكل تبعاته، ولكن انت بحاجه الى اوراق، لانه رانا في بلاد وين مرات الورقه اهم من الانسان، ما تجيبيش الورقه ما يديروا لك والو. ايه صح. كيف واش تقولي له؟ اسكو كرهتيه هو ثاني؟ ما عشتش معاه، ما نقدرش نكره واحد ما عشتش معاه. تلحتي غير في يماك تكرهيها. اها هذه كنت صغيره بصح دوكا شغل كنت صغيره قلت لك كنت على حسب الناس واش يهضروا لي، هذيك كرهتها هذيك. طيب صح كي كبرت صاي. طيب ياسمين شنو هي الرساله اللي توجهي بها لباباك؟ خمي فيها ونعاود نرجع لكم بعد؟ ايه. طيب فكري في الرساله التي ستوجهين بها الى ولدك، وانا ساعود الى الضيوف لكي نقدم حوصله للحالتين اللتين استمعنا اليها. اخر سؤال في هذا في اسمي لانتقل الى الاستاذ محمد في الشق القانوني. الى روماركيتي كان تقريبا تقارب في سيناريو ياسمين وسيناريو محمد. من عندنا حاله رفض الاب في الاعتراف بابنه. كيفاش تفسري؟ هل هنالك خوف من الابوه؟ يخاف يقول له انت وليدي، وهذيك يخاف يقولها انت بنتي. هل هذا خوف؟ احنا في العادي الاب يخاف من الابوه في العادي، الام عندها واحد الحنان تاع الامومه وبنتي ووليدي وهذه، والاب يكون عايش حياته مع الاسره ديالو، العمل ديالو، المشاريع ديالو، فجاه يرجع اب، فباش يتقبل انه اب اللي طفل بيولوجي ليه لازمها وقت ولازمها تحضيرات ولازمها، فما بالك طب عندي ولد غير شرعي، فاسهل حاجه هي الهروب، وهذا ميكانيزم دفاعي اللي يديروه كامل الاباء، الا من رحم ربي اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف من المسؤوليه ومتعلم انه لا معليش ما نسمحش فيك وهذا وليدي، لكن اغلب الاباء عندهم الهروب اسهل، الام ما تقدرش تهرب لانها يعني راهم يهربوا، لكن عادة الأم تتمسك بالجنين تاعها وبالطفل تاعها فطريا وطبيعيا. أستاذ محمد أنا أريد منك تعليق على قصة ياسمين، وإن الأب ثبت أنه هو باباها وكل شيء وكاين محاكمات بيناتهم، ولكنه يرفض الامتثال للعدالة ويرفض الاعتراف بياسمين، كيف تجبره على إلحاق نسبها به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما نقولوا الأخت ياسمين صدمة صدمتين. لو كان ما جاش تعرف باباها يعني كما الاخ الاول والله ما يقول، لانه المشكل انه راهي تعرف باباها وما حبش يعترف، عندها صدمه نفسيه، كانت كلمه انه اقرب الاقرباء ليها ما تسمح لهمش. يا وينك المجتمع؟ المجتمع ما راهش يرحم. بالنسبه لانه قامت بالاجراءات القانونيه في تثبيت النسب، قمت بالاجراءات القانونيه في تثبيت النسب، هنا راح الحمض النووي والاب له الحريه في الحريه. نعم بصح كما نقولوا انه المشرع الجزائري اعطى للقاضي السلطه التقديريه، اعطى للقاضي السلطه التقديريه في بالنسبه للدلائل او القرائن او الشهود من اجل تثبيت هذا الزواج. ويبقى يعني في القانون الجزائري الباب دائما مفتوح على سبيل المثال. اخر استشاره فقط للاخت ديان. ديان يعني سبحان الله وين تصد كحله. ديان يعني قوانين يعني كل القوانين ما راحش تعطيها الحق لانه فراغات قانونيه. انا واش راح نقول؟ يعني نقول للسلطات الجزائريه فقط التسهيل، لانه مواد قانونيه خاصه بها لا توجد. تسهيل فقط، لانه خاصه انه قالت لك راح نرجع لفرنسا، لانه لو كان ترجع لفرنسا ما حاش تدخل الجزائر الا باجراءات، لانه الفيزا والفيزا صعبه، لانه هي الان راهي بوثائق فرنسيه. الحل الواحد انه الجزائر الهون تعمل اجراءات تسهيل، ربما استحداث مواد، ربما استحداث نعم اليات قانونيه، تعديل، لانه القانون ياتي بعد ما يكون هناك مشكل. والمشكل موجود. نعم يعني نحث السلطات انه تقوم بالاجراءات. طيب المناسبه. شكرا لك استاذ محمد على تحيه شفاكي استاذه رباب. وصلنا الى ختام الحلقه، انا اشكر كل من اخويا محمد من تناس، ديان وياسمين. نعم ديان كاش ما كاين حبيتي تقوليها؟ عجب اللي انا دوك راني نقرا في الجامعه ما عندي لا كادو ترونسبور، ما قدرت ندير بزاف كامل كيما لا كارت شيفها، ما نقدر ندي لابورس، ما نقدرش بزاف عفايس، حياتي شغل راهي كما نقولوا حابسه. لا لا ان شاء الله، ان شاء الله هذه اول خطوه من اجل ان شاء الله ايصال صوتك، لانه ربما كاين بزاف ناس مش سامعين بتعقيدات قصتك، ربما كاين اللي ما يامنوكش ما يصدقوكش، ولكن بمجرد حضورك معنا في البرنامج ان شاء الله يكون هذا يسهل لك ان شاء الله
انفراج الأزمة التي تعيشينها. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الختام عدد اليوم، الحلقة انتهت ولكن البرنامج لا يزال مستمر. سنسعد بالعودة إليكم الأسبوع المقبل دائما في نفس التوقيت وعلى نفس القناة، قناة الشروق، قناة كل العائلة. إلى اللقاء.